سيادة الوزيرة، ببارك لحضرتك على تجديد الثقة في التشكيل الوزاري الجديد، وكنت عايز أعرف زيارتك الثانية في خلال شهر، يعني دي زيارة مكوكية سريعة جدا لمحافظة بني سويف. محافظة بني سويف من المحافظات المهمة جدا من حيث إنتاج الثروة الحيوانية، يمكن هي الأولى على مستوى الجمهورية في التلقيح الصناعي. عايز أعرف من حضرتك الزيارة النهاردة هل في تغيير عن الزيارة الأولانية ولا؟ الأول بشكر سيادة الوزير المحافظ على استقباله لنا واهتمامه بقطاع الثروة الحيوانية، وأنا حابة أشكره أن الحقيقة يعني تبرع مشكورا لعلاج الحالات اللي كانت مريضة ب100,000 جنيه للطب البيطري، ودي الحقيقة لفتة إيجابية الحقيقة يعني خلت العديد من المحافظات تحزو وحزو، ودي حاجة كويسة جدا أن احنا يكون عندنا مخزون من الأدوية استراتيجي لحل المشاكل. الحقيقة احنا كنا نازلين نطمن عن الجلد العقدي زي ما سيادة الوزير المحافظ قال، أن احنا يعني على السوشيال ميديا وفي الإعلام احنا لقينا الموضوع فعلا يعني أكتر من الحقيقة. إحنا لفينا على المصارف النهاردة بزملائنا في القطاع الحكومي سواء زراعة أو بيطري أو محليات، ما كانش فيه طبعا موجود حاجة. النهاردة كان في بعض الحالات البسيطة للجلد العقدي القديمة، مش بنقول إن كل حاجة 100% كويسة، لكن إحنا لقينا فعلا في بعض النقط الضعف، وخاصة الإرشاد وتوصيل المعلومة للمواطنين، خاصة المواطنين البسطاء، ويمكن دي بداية الإنسان المعرفة. فالنهاردة لما يكون في عنده وعي أنا أعتقد هيبقى التأثير إيجابي. إحنا كمان قلنا لهم والحقيقة لقيناهم يعني هايلين، ويمكن حضرتك كنت معانا، إن إحنا لما بنتكلم معاهم يعني هم كلهم فاكرين أنا المفروض فيه تعويض من الدولة، لا هو فيه المفروض تأمين على المواشي، والمفروض المواشي دي تبقى معرفة زيها زي البني آدم بالضبط، ليها يعني بطاقة وفي رقم للبطاقة. وإحنا إن شاء الله الأيام الجاية هناخد إجراءات يعني في خطة الحكومة الجديدة التأمين الإجباري على المواشي، لأننا هنا بحمي المربي من إن هو يفقد مصدر دخله وافقد كمان الثروة الحيوانية كوطن كبلد. فالنهاردة التأمين بيحمي الثروة الحيوانية، النهاردة التأمين بيحمي دخل المواطن البسيط والمواطن القادر كمان، لأن الثروة الحيوانية في مصر ليها دور كبير في الدخل القومي وفي دخل الأسر. فالنهاردة لما بنتكلم على أن التأمين ده ليه ارتباطات، التأمين لازم أبقى عارفة. النهاردة لما بقول للناس يقولك ما فيش تحصين، هو حضرتك مرقم حيواناتك ومعروف الأرقام دي تعدادها للحكومة علشان الحكومة بترتب تشتري لقاحات قد إيه عشان التحصين. فالنهاردة مطلوب من المواطنين إن هم يكونوا معانا لما نيجي يروح يرقم المواشي بتاعته في الوحدة البيطرية، أو يطلب الدكتور البيطري لو عنده عدد كبير عشان يروح يرقم له. النهاردة الترقيم ومعه بطاقة، إحنا الأيام الجاية برضو علشان كلنا نبقى بنتكلم في إطار واحد. النهاردة في بعض المحافظات قفلت الأسواق خوف، النهاردة لا، احنا الأسواق مش هنقفلها، لكن على المربيين انه عارف ان السوق هيبقى مرتبط بالبطاقة والترقيم، البطاقة مكتوب فيها ان تم التحصين التحصينات السيادية المطلوبة لعدم نقل الأمراض، وبالتالي يقدر يدخل السوق يبيع حيواناته بسهولة. كمان عدم نقل الحيوانات من محافظة إلى محافظة إلا لما يكون مرقم ومعاه البطاقة، علشان النهاردة ممكن يكون الإجراءات صارمة والناس واعيين في محافظة، يجي لهم حاجة من المحافظة اللي جنبها اللي ما بتنفذش الإجراءات يبقى عمل عنده مشكلة. هنا يبقى بيبان كل محافظة أدائها قد إيه سليم، والكل هيتكاتف إن هو يكون أنا مش هتنقل الحيوان بتاعي من محافظة لمحافظة، يبقى أنا لازم هبقى مرقمه ولازم هبقى معايا البطاقة، البطاقة دي مكتوب فيها التحصينات اللي تمت، حالته الصحية كويسة، وبالتالي هنا ما نخافش من نقل الحيوانات. إحنا كل اللي بنعمله ده بنشوف إيه نقط الضعف، ما فيش مشكلة وما فيهاش نقط ضعف. إحنا لقينا إن النقطة الحاكمة إن بعض الإرشاد مش واصل للناس، عدد من الناس، ودي نقطة مهمة جدا. وزي ما سمعت سيادة المحافظ هنعمل خطة الأيام الجاية إن احنا نعمل نماذج في القرى، نماذج متكاملة من إرشاد لترقيم لتحصين لتأمين، ودي تبقى نماذج موجودة الناس تشوفها ننقلها عبر الإعلام، ودي تكون نموذج جيد إن شاء الله يحتذى به بقية المواطنين.